طب يا جماعة، كنت ماشي في امان الله لقيت الفوتوغرافر رقم واحد في مصر في الاكل وفي المطاعم. قاعد في امان الله اسيبه؟ لا، مستر بوري يا جماعة دلوقتي مستر بوري بقى رقم واحد في مصر في تصوير المطاعم. يعني لو انت عندك مطعم عايز صور المنيو بتاعته كاملة اهو، عندك كافيه اهو، عندك مثلا يعني اهو ايس كريم اهو، هحطلكوا اللينك، هحطلكوا الاكونت بتاع بوري دلوقتي اهو. لو حد حابب يشتغل معاه اقول لكم على مفاجاه، بس بعد ما تشوف الصور بتاعته. بس انا برضو زعلان منه بصراحه. انا هو كويس وكل حاجه، بس انا زعلان منه لان جبت له مطعم واحد قريبي بقول له انا مستعجل على المطعم ده، بيقول لي والله بعد اسبوعين. اسبوعين انت بتتنك عليا بوري؟ انا مش فاضي. طيب بتتنك على لا لا لا. طب يا جماعه، انا دلوقتي وصلت الاتفاق مع بوري ان اي حد هيصور يقول له ان هو تبع هيكل توينز، بعد ما يتفق معاه السعر قول له بس انا تبع هيكل توينز هتاخد خصم 10%. اتفقنا؟ لا اتفقنا. وريني كده، سلم عليا يا جدع. 10% لاي حد تبعي. خلاص يا جماعه اتفقنا خلاص.